طيب انا معايا تقرير تاني، مؤمن عبد نجم نادي الترسانه. ومؤمن ده شخصيه جميله جدا ومن الناس اللي كان لعيبه كويسه بس حظه وحش. هنسمع مؤمن هيقول لك ايه ونرجع تاني نكمل كلامه. مؤمن جميل. نتكلم طبعا كابتن رافض مكي، واحد من العظماء اللي كانوا موجودين في تاريخ نادي الترسانه، في الجيل الذهبي لنادي الترسانه، وواحد من المدربين اللي ليهم فضل عليا انا كمؤمن عبد الغفار وانا في الناشئين، ولعبت معاه طبعا في الناشئين ولعبت معاه في الفريق الاول فتره كبيره جدا في الفريق الاول. بعد كده كان ليا الشرف كمان انا بعد ما بطلت كوره اشتغلت مع كابتن رافض في التدريب في الفريق الاول، كنت مساعد مدرب وواحد من المدربين اللي دمهم خفيف جدا جدا على مستوى المدربين الواحد عاصرهم في حياته في التدريب. طبعا هو كابتن شاذلي الله يرحمه، كابتن شاذلي كان دمه يعني ما شاء الله دمه خفيف جدا. كابتن رافض نفس الكلام، كابتن رافض مكي خرج لعيبه كتير من الترسانه من الناشئين وطلعوا فريق اول ودرب فتره كبيره جدا اسوان طبعا وصعد معاهم قبل كده وصعدهم من الدرجه الثانيه للدوري الممتاز وعمل فرقه كويسه جدا في اسوان، من المدربين اللي هو عينيها كويسه جدا على لعيبه الكوره. ربنا يديله الصحه كابتن رافض، يعني مواقف كتيره جدا جدا مع كابتن رافض طبعا في الناشئين وفي الفريق الاول وحاجات طبعا هو عارفها كويس قوي بتبقى حاجات كوميديه وكنا دايما بنستمتع بيه لما يكون قاعد معانا في النادي هو وكابتن شاذلي رحمه الله عليه. لكن هو طبعا من اللعيبه اللي طلعت في وسط عظماء في مصر في الاهلي والزمالك، هو كان ليبرو كويس قوي وكان مساك كويس جدا وكان لعيب كبير في نص الملعب. كابتن ابو العز وكابتن رافض في خط الظهر وفي وسط الملعب كانوا اثنين من النجوم الكبار جدا مع كابتن شاكر عبد الفتاح، وطبعا الكابتن مصطفى رياض والكابتن شاذلي دول حاجه ما حدش يقدر يعني يغفل تاريخهم، وكابتن محمود حسن ابراهيم الخليلي، الاسامي الكبيره دي اللي هو عبد المنعم الحاج رحمه الله عليه واللي هو حرب العاشوري، مش عايز انسى حد يعني اسماء كبيره جدا تواريخ في نادي الترسانه كلعيبه كوره واسماء عظيمه جدا الواحد بيتشرف ان هو طلع في نادي الترسانه ويتشرف ان في مدربين كتار جدا 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 مرنوني. بسعد طبعا بالتاريخ اللي انا عشته معاهم، لكن كابتن رافض ربنا يديله الصحه ومسيره طبعا في التدريب ومسيره في الكوره وتاريخ في الكوره مع عظماء الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمحله الاولمبي الفتره دي كان هم افضل فرق في مصر. هتقول ايه بقى لحسين شكري ده من ولادك؟ ان انا عندي حوالي اربعه كمان من ولادك اللي انت كنت بتكسب بيهم وطلعوا بعد كده دربوا على حسك، هتقول له ايه لحسين؟ اقول لحسين شكري طبعا مؤمن. مؤمن الاول كان خط وسط لعيب كويس جميل قوي ما شاء الله، سرعاته وتسديده لعب معايا تحت 18 سنه ثم فريق اول